بداية تنبيه هام، هذه الحلقة ماشي لذوي القلوب المرهفة الرقيقة. حتى وانا كنكتب هذه الحلقة ما كملتها غير بزز، نظرا لقساوة المشاهد اللي فيها والصور اللي فيها كيسحاب لي راسي بحال شي فيلم امريكي على الاعتقال والسجن والتفنن في اساليب التعذيب الجهنمية. هذا ماشي فيلم، هذه حقيقة خايبة، خايبة بزاف. القلب ديالك كيتقطع وبغي ينفجر بالبكا. بلا ما نطول عليكم ندخل في صلب الحكاية. كتحكمل أحداث مارس 1973 بخنيفرة، سنوات ديال الجمر وطاحونة ديال عقود من الاضطهاد ومرارة حقبة سوداء. كتبين قدامك في قبائل أيت خويا والطغاط وبيجمال والأسماء اللي ضاقت الويلات في ضيافة وحوش أفقير وأرزاز بخنيفرة، بأسماء نسائية كثيرة اللي داس الجلادين على كرامتهم بأساليب ديال الاغتصاب والطيارة والفروج والكهرباء والشيفون والهضرة في راسكم. انطلقت أحداث مارس 1973 بخنيفرة وشارتها الأولى من مولاي بوعزب إقليم خنيفرة، حيث عرف الجلاد كيف تنص الكرامة ديال الضحايا ديالو في وجهها الأنثوي عن طريق قساوة المعتقلات وغياهب السجون ويبرد أغدايدو في العيالات. عايدة بويقبة، نعود السمية، عايدة بويقبة وحدة من المناضلات الصامدات اللي ظلت واقفة حتى وفاتها المنيوم والأمانة دأمانته بعد معاناة مريرة مع مرض طويل حملاته من برودة الليالي ديال الاعتقال القاسية، وهي زوجة المقاومة والمناضل محمد أمادة وشقيقة أحمد بويقبة، أحد قادة كوموندو أحداث 1973 مولاي بوعزة بخنيفرة. محمد بوقبة اللي بقى لاجئ في الجزائر، ويشار يعني المصادر التاريخية أن الرحلة ديال عيدة بوقبة من نساء الأمازيغيات الواعرات الزيانيات اللي كانوا صعبات وما كيتسرطوش وما كانتش خوافة بالرغم من ويلات الأقبية السرية وغياهب المعتقلات الرهيبة اللي استضافتها على مدى 3 سنوات وخمسة ديال الأشهر حتى 1976 ما بين خنيفرة وميدلت، عايش فيها أبشع ظروف التنكير وأصناف التعذيب الجسدي والنفسي قبل ما يهزوا الجلادين لوحشية ديالهم لدرجة ما كتصورش، بحملها على متن طائرة عسكرية من نوع الهليكوبتر ومن ثم تعليقها من رجليها في وضعية متدلية من الفضاء بغاية باش يرهبوها ويخوفوها باش تقرع على رجلها عن طريق تهديدها بإلقائها على الأرض أو في البحر إلى ما وريتهمش المكان ديال رجلها محمد أمادة اللي ما كانش كتعلم عليه حتى حاجة، وعن الهروب ديالو نحو الجزائر، وكل سؤال كان كيتوجه ليها كان متبع بتصرفيقة على وجهها وركلها وركلة كيوجهوا الجسد النحي ديالها بلا ما نعلق بين كل شيء من العنوان. الله يلطف بنا يا لطيف. الفيلم باقي مكمل بعد الإفراج على عايدة بقانون استمرار في المراقبه ديال التحركات ديالها وفين مشات وضبط الانفاس ديالها، وجدت راسها في دوامه من التيه والبؤس والفقر قدام زبانيه ديال الاجهزه القمعيه على نهب واتلاف كل ما كانت كتملكه من متاع واتات، وبالتالي جميع الاهل والاقارب والمعارف وجيرانها اتنكروا لها من شده الخوف تجنبا باش ما يلحقش لهم شي عقاب جهنمي ينزل عليهم على من جانب علوج في السنوات الحالكه، خصوصا في عودة الجلادين لاختطاف بنتها بالتبني فاطمة عساري واعتقالها في ظروف سيئة بأمر من طرف الكولونيل أرزاز دون ما يشفع عليها عمرها اللي ما كانش كتجاوز 12 عام من طرف الجلادين، كما اختطفوا شقيقتها رقية بويقبة في إنزال مكتف طوق الحي اللي ساكنين فيه كله. هذا نص الفيلم. فاطمة عساري ولا فاطمة بويقبة بنت محمد أمادة بالتبني هي أصغر أنثى يزجد بجسدها الناعم في طاحونة الرعب لمدة 9 أشهر، بقي طفلة صغيرة وعمرها ما كيتجاوز 12 عام. عمد زبانية أفقية وأرزاز لترهيبها وتخويفها هي أيضا على متن طائرة عسكرية في محاولة منهم ابتزاز أي معلومة منها ولو تكون صغيرة يمكن تقودهم لمكان محمد أمادة وما يمكن ما لحقوش المبتغى ديالهم الجنوني، عمدوا الى نقل فاطمة عساري صوب غابة عاري وحيدوس وصلبها هناك على غصن الشجرة
لم يتحملها فانكسرت وسقطت على الأرض بقوة، وأصيبت بردود وكسور وشروح لم تندمل آثارها بسهولة وهي طفلة صغيرة. ولا زالت فاطمة كتذكر بوضوح شديد الساعات اللي كان فيها الجلادون يعذبون الوالدة ديالها قدام عينها. وبعدها بأشهر أفرجوا عن البنت الصغيرة واحتفظوا بالأم في غياهب الظلمات. أشهد البشاعة، هادشي كيتسمى في التاريخ بتاريخ الدم، وحكم موسى على العونات بالدارية. ملي أيادي الجلادين ما وصلش لمحمد أمادة، انساق مبتل الدود من الأم وبنتها واللي قريب منهم طبيعة الحال، واستطاع محمد أمادة اللي هرب مع مجموعة من الرفاق ديالو عام 1975 ومغادرة التراب الوطني باتجاه الأراضي الجزائرية بعد عامين من الأحكام اللي وقعت سنة 1973، وتحكم بالإعدام. وظل هناك لاجئا إلى أن وافته ألمانيا والأمانة دأمانته عام 1986، وفرصوا الخبر بأن أصحابه 15 كلهم تعدموا، وكاين اللي مات في خنيفرة بطبيعة الحال بالقرطاس بعد صراع طويل مع المرض ألم به، ودفن هناك غريبا في الجزائر على الوطن اللي كان غرق يومها يعني بفعل الجلادين في جحيم من انتهاكات حقوق الإنسان ودوامة التعذيب والترهيب. فهذه الحلقة خدينا نموذج صغير من النساء وشموا المعاناة ديالهم بالصبر على الرغم من أنهم ما داروا والو وما داروا حتى حاجة، فقط كانوا أمهات وزوجات عاديات وأطفال أبرياء. من الضروري ومن الواجب الاستمرار الهضرة على هذه المآسي هذه من باب تقريب الأجيال من قراءة صفحة الماضي قبل طيها في سبيل عدم تكرار هذا الشيء اللي وقع، والتصالح مع الذاكرة والتصالح مع التاريخ باتجاه بناء مستقبل منسجم للمغاربة كاملين مع زمن الحقيقة والإنصاف والمصالحة، باش ما نرجعوش لهذا الشيء، باش ما نرجعوش لهذه المصائب الكحلة الحاطة من كرامة المواطنين وحق الانتماء السياسي وحرية التعبير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.